الصورة بالنسبة لي أنا ملفتة. هذاك الأستاذ الكبير فوق موجود، الصف الثاني هم الطلاب طبعا مجموعة كبيرة من الطلاب، لكن معالي الدكتور خالد السبتي، معالي الدكتور عبد الله شرف الغامدي، الأمير الدكتور بدر المشاري، معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزراء وقيادات في الدولة. هذول الصف الثاني طلابهم، وزير الصحة معالي فهد الجلاجل، معالي سهيلة بانمي في الزكاة والدخل، المعالي أحمد الحقباني، هؤلاء القيادات كلهم من كلية الحاسب الآلي، زملائك وطلابك. ما عدا الدكتور توفيق طبعا كان في العلوم الإدارية. طيب هذول الجيل. الجيل الصف الثاني هذا زملائنا في الجامعة. وهذول طلابهم. إيش سر الجيل؟ حظيت بشرف التدريس. إيش سر هذا الجيل؟ هذه الخلطة إيش سرها؟ طبعا الدكتور سمو الأمير الدكتور بندر المشاري هندسة كهربائية، ليس هندسة حاسب آلي، لكن يعني ما أعرف صراحة، لكن قد يكون شيء في الهندسة أو في الحاسب الآلي، يعني الثورة التقنية هذه خلت الجهات تحتاج يعني خبراء في المجال هذا، فكنا محظوظين إن إحنا كنا الجيل اللي كان توه طالع على قلة الفرص يعني.